خلينا نروح هيك لفقرة عم تحكي عن حالها سلمى. القطع الموجودة معنا على الطاولة اليوم بيحكوا عن قطع فنية مبدعة، وخاصة اليوم إذا بيكون الشخص اللي عم يعمل هدول القطع هو فنان تشكيلي، قديه اليوم بتزيد هيئة التحفة يا جمال، قديه اليوم قادر يزيد عليها من خياله وإبداعه يا سلمى. صحيح، ويمكن تعتبر هي المشاريع الصغيرة هي بصمة اليوم للسيدات السوريات اللي قدروا خلال هاي السنوات أنه يكون عندهم مشاريع. أول شيء بتعبر عن بصمتها وهويتها الفنية وأيضا هوايتها إذا كانت هي هواية، وبنفس الوقت هي مردود مادي إضافي بتحسن أكيد من الدخل لكثير من العائلات، وطبعا بصمة خاصة لأنه الهاند ميد هو شغل صعب وبنفس الوقت حلو ومميز. نتعرف أكثر على مشروع السيدة اللي هي ضيفتنا لليوم، خلينا نرحب فيها ونقول لها صباح الخير السيدة إلهام شرارة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير. صباح الشعب السوري كله بألف خير وأنتي بألف خير. أهلا وسهلا فيك. بداية اليوم خلينا هيك نتعرف عليك إلهام أكثر عن هذا المشوار الفني، واليوم حضرتك فنانة تشكيلية، قديش عطيتك هاي القصة كمان إبداع بالتصاميم؟ أكيد أنا كفنانة تشكيلية بلشت مشروعي بفكرة وبعدين تحولت لواقع كوني فنانة، فسخرت شغفي ووظفت إمكانياتي الفنية بتصنيع هذا المنتج كونه طيب. كمان متعلق بالمرأة وبأناقتها، المرأة دائما زواقة. نعم، يعني مثل ما أنا شايفة ما في تصميم معين، أنت مستخدمة كتير أنواع من خليني أقول المادة الخام مختلفة بين قطعة وقطعة، وكل قطعة عم تحاولي تكون لها شكل معين. يعني هي يمكن خليني أقول دمجتي فيها بين الشغل اليدوي وبين الرسم. تمام مزبوط، يعني مثل عم نشوف هي لوحة وحتى الاكسسوارات تبعها اللي هي باليت تبع الرسم. خلينا نتعرف اكثر على هذا النوع. تمام. من الشغل كونه شغلي انا بيتعلق بالهاند ميد وكمان وظفت فيه الفن، فهي القطعه هي لوحه النجوم للفنان العالمي فان جوخ. هي مطلوبه كثير بمعاهد الفنون وكليات الفنون الجميله. بالنسبه لكل قطعه انه بتختلف خامتها وكذا، فالدنيا اذواق. صحيح. أكيد ما حنشتغل يعني قطعة واحدة، والهاند ميد دائما هو مبتكر ومميز. حتى لو عم نشوف هيك قطع ممكن للأطفال، يعني حتى الأطفال يعني كان لهم نصيب يعني من شغلنا. نحن هدف المشروع أنه هو لكل الأعمار ولكل الأذواق، ونحن جايين على موسم عيد أكيد، فما نسينا الأطفال يعني من طيب إنتاجنا. هيك قطعة قديه بتاخد معك؟ يعني خلينا نروح لمراحل العمل بالحقائب. تمام، هلأ العمل أول شيء أنا برسم التصميم على كرتون اللي هو كروكي، وبعدين بقوم بإسقاط العمل على القماش إن كان جلد ولا قماش عادي وأن يكون. بعدين الصبايا اللي عندي بيقوموا بدرز القطعة، طبعا هي بتكون عدة قطع. وبعدين منضيف الاكسسوارات او منضيف الخط العربي او التطريز وهي القصص. حلو اللون، حتى الالوان اللي اختاريتهم يعني دائما بتحسي الزهر والرمادي مع يعني من اجمل الالوان للاطفال بيطبقوا لبعض. وهلا كمان هذا الشيء موضه اليوم انه يكون عندنا طقم كامل تقدر تلبسه الصبيه، وبيسموها بعالم التسويق انه قيمه مضافه. احنا بدنا نشوف مين المنافسين في قلنا بالسوق. صحيح، فاجباري بدنا الناس. السنه الماضيه واللي قبلها كان موجود هذا الشيء بالاش، صرنا نشوفه بالاسواق. هلا جايين على موسم الصيف والبحر والمسابح والالوان هي بقى على كل شيء الحلوه. صحيح، كما قلتي سلمى اليوم مختارة ألوان أنه تلبق على كل شيء، يعني اليوم أنتي شو ما لبستي لكل ما الأذواق معك كمان. الجزدان خلص، هو جزدان واحد ممكن يكفي الصبية الصيفية كلها يعني، وهذا جزء أحياناً بيزيد بتدور عليه يعني أي سيدة اليوم القماش ما منكبهم فمنستغلهم بعمل جزدان فبيكون كادو مع الشنطة. اليوم قلتي حضرتك نقطة أنه أنت اليوم بتواكبي بتفوتي نيت بتشوفي شو أحداث الموديلات كرمال اليوم، حلو الواحد يمشي مع هذا التطور دائما، ولكن أكيد في أفكار خاصة لحضرتك. يعني خليني أحكي عن هاي المرحلة وقت أنت بتحبي تصممي قطعة، يعني شو أكتر شيء بتميلي لإله؟ في ناس بتحب يعني ستايلة معروف، يعني بتعرفي أنه هذا الجزدان شغل المصمم الفلاني. يعني هلا كل فنان بيتاثر بالموديلات والتجارب قديما ولا حديثا، فانا ببتكر ممكن انه يعجبني، ممكن يعجبني موديل وانا اضيف عليه، فالي اسلوبي اكيد الي اسلوبي الخاص مثل اي فنان.
اليوم الاطفال لهم تعتن علي انا وسلمى يعني لا هي لعبه وشنطه بصراحه يعني لازم تجيبي تنتين عن جد يعني البنت ممكن تاخذها تلعب فيها وبنفس الوقت شنطه بتلعب فيها اغراضها تمام كان لازم تجيبي قطعتين وحده لي وحده لسلمى حلوه الفكره ما كثير حلوه الفكره وبنفس الوقت يمكن هلا السيدات بتحاول تدور على هيك شيء اللي هو بيرجع الالعاب القديمه حتى للبنات يعني الالعاب نحن كمان في العاب نحن عم نصنعها ونضيفها للشنطه هي دائما نحن منتجنا مبتكر ومميز ويواكب الموضه دائما بندور على الجديد وكمان مثل ما قلت بيناسب كل الاذواق صحيح وكل الاعمار طيب خلينا نروح للرسم نرجع نركز عليه يعني نحكي عن المواد اللي بتستخدميها بالرسم على الحقائب يعني انه بحيث كمان انت عم تعطي قطعه بدها الصبية تحتفظ فيها كرمال ما تتاثر بال خلينا نقول بالاجواء الخارجيه بعدم التخزين الصح للحقيبه هلا بالنسبه للشنطه تبع ليله النجوم هي اكيد رسمي اللوحه وانا عملتها طباعه والطباعه هي ضد المي يعني ممكن تنغسل وممكن تلبس باي وقت كمان في الوان خاصه للقماش انا اول ما بلشت بهذا المنتج كنت ارسم رسم يدوي قبل الطباعه ففي الوان خاصه بالسوق ضد المي طيب خلينا نحكي كمان خامات متنوعه واكيد كل خامه لها طريقه معينه بالشغل وهذا الشيء نحكي عن اهم الخامات اللي استخدمتيها ضمن هذا المشروع اكيد مثل ما قلت لك بنواكب نحن الموضه ودائما بدنا نكون متواجدين بالسوق لنعرف شو الجديد هلا كان شفتي الخيش اللي حضرتك ماسكتيها كان ترند السنه وما زال مستمر وما زال ولكن انا عم ابتكر اسلوب جديد يعني غير الموجود بالسوق غير المتواجد عم نشوفهم كلهم اللي بالسوق طبعه واحده فدائما الهاند ميد مميز انه غريب ومميز طيب اليوم حضرتك ذكرتي نقطة انه اليوم في حدا عم يشتغل معك حضرتكم ورشة صبايا وشباب او بس صبايا اليوم عم نحكي نحن عن مشروع خلينا نقول من المشاريع الصغيرة اللي هو باب رزق لحضرتك أكيد. ومردود للناس اللي عم يشتغلوا حواليك خلينا نحكي عن فكرة التشاركية بالعمل قد ايه اليوم مهم للمجتمع تمام هلا انا اول ما بلشت كنت لحالي بعدين انضافت الي سيده وسيده وسيدتين وثلاثه وكانوا من المعيلات وما زالوا يعني انا اول ما بلشت كانت هي فكره كتسليه كان انا كمدربه حرفيه بالمراكز الثقافيه بلشت من اعاده التدوير ولكن بعدين لما لقيت انه في انتاج حلو والسيدات كان في اقبال على القطعه تبعي فقلت ليش لا حتى ما حقق الربح المادي يعني منه أنا بستفيد وغيري بيستفيد فعملنا الورشة بإمكانيات حديثة طبعا جبنا آلات حديثة حطينا منظومة كهربائية ساعدتنا منظمة ليو ان دي بي لأنه قدمنا لمسابقة وكنت أنا الحمد لله من الأسماء الأولية المقبولة وعملت دورة إدارة مشاريع استفدت كثير طبعا من هذا الموضوع لأنه أنا بدي فوت على السوق يعني ما بدي فوت وأنا عندي شيء مبهم يعني ماني عارفانه كيف بدي اسوي الادوات اي حدا تماما اي حدا بيقدر يشتغل بس مو اي حدا بيقدر يسوي تمام بما انه حضرتك حكيتي عن التسويق اليوم الهاند ميد جزء كبير من السيدات عم يعتمدوا على التسويق عبر السوشيال ميديا يعني عم بيكون عندها صفحه اما على الفيسبوك او على الانستغرام وبالتالي ببلشوا الناس يعرفوا منتجاتها بشكل أكيد. اكبر وعم بتكون وسيله مفيده يعني اليوم نحن عم نتعرف كثير اضافه للبازارات اللي هي بتحقق جزء من أكيد. الانتشار بين الناس خلينا نحكي عن هدول الوسيلتين كيف استفدتي منهم بالترويج لمنتجاتك؟ أكيد هلأ كان الترويج عن طريق التواصل الشفوي اللي هو بين السيدات عن طريق المعارض والبازارات وعن طريق أنه نحن نعرض منتجنا للسوق ولكن كانت الوسيلة الأقرب هي السوشيال ميديا صحيح لأنه هي من أهم حالات التواصل عبر النت وكانت هي الأسرع والأقوى انتشاراً لأبعد مدى عملتي صفحة خاصة بال خليني أقول البراند أو المنتج الخاص أكيد. أكيد. شو اسمه؟ اسمي إلهام شرارة تماماً باسمك حطيتي المنتجات طيب اليوم التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي يعني احنا ضحية لكثير من المواقع لكثير من المبيعات يعني اليوم مفروض يكون في ثقة كثير كبيرة بينك وبين الأشخاص المستهلكين خلينا نقول قد اليوم شو هي أهم الأساسات اللي بتحافظي عليها خلال عملية التسويق؟
هلا اكيد بده يكون منتجي واضح وبده يكون في مصداقيه والا ما بينجح يعني التسويق. وبعدين بده يكون في شروط، بدي اعرف الفئه المستهدفه، بدي اعرف الوقت المناسب لعرض المنتج، بدي اعرف بدي اقدمه بصوره حلوه، بده يكون بكلام مختصر ومفيد، ممكن يكون العرض عن طريق قصه، فاكيد بالنهايه بده يكون في مصداقيه. يعني الصبية اليوم اذا ما حبت الاطعام على ارض الواقع هي الاكسه المهديه بتغيري بتعدلي يعني انه بعد ما اخذت تشوفها وتاخذها؟ اكيد، لانه منتجنا هو انتاجي خدمي، خدمي يعني طلبي، نحن انتاجي بنشتغل وبنوزع للسوق. حلو. وطلبي نحن بنشتغل على طلب الزبونه، يعني مثل هي الشنطه عملنا عليها التطريز مثل ما انك شايفه على الخيش، فينا نحط اسم الصبيه انه اجت ما عجبني الاسم، لا اعملي لي اياه بالخط الكذا، او ممكن حرف، او ممكن حرف. هي هلا صارت موضة كثير كمان، اكيد على حسب طلب ترند الصبية. مثل ما بيقولوا فيها صارت موضة انه الاشخاص يحطوا مثلا حروف معينة، قصص معينة، هي قصص كثير مهمة. كمان خليني اسألك سؤال، اليوم سوق المنافسة بين الهاند ميد سوق كثير كبير جدا، يعني ممكن الفكرة اللي هي واردة وببال حضرتك استاذة لها ممكن تكون واردة ببال سيدة تانية او مشروع تاني. أكيد. وخصوصا نحن كشرقيين بنحب نماذج معينة، يعني بنحب الخيش، بنحب الخط العربي، بنحب الاسماء، فصار كمان بعض المحلات بعض لهي يستخدموا نفس اساليب الهاند ميد. تمام. ويعملوها احيانا ارخص، اقل تكلفة، لانه الهاند ميد بيجي اغلى، مواده اغلى. كيف حاولتي تحافظي على وجودك ضمن هالسوق ضمن كل هي المنافسه اذا فينا نقول؟ تمام. هلا يفترض انه انا دائما اكون بالسوق لحتى اشوف المنافسين شو عم يشتغلوا، لحتى اشوف شو المنتج اللي شبيه لمنتجي. وفعلا انا رحت في اسواق مثل باب توما والصالحيه والحمراء معروفه بشغل الهاند ميد. صحيح. فكنت اطلع، فأنا أكيد إلي بصمة خاصة، يعني صح مثل ما بيشتغلوا ولكن عندي إضافات. ومثل ما قلت لك في عندي تقديم هدايا، يعني هدية مع المنتج، مثل شنطة البومة مثلا كنا عاملين لها جراب للنظارة. حلو. فهي ما أنا موجودة بالسوق طبعا، فأكيد هي بدنا نعرف مين هن منافسينا مشان ينجح منتجنا. أكيد. خلينا نروح اليوم للصعوبات. دائما اكيد في صعوبات بتواجه اي حدا بيروح لمشروع، وخاصه الفتره اللي مضت شهدنا كثير ولاده هدول المشاريع. مثل ما قلنا اليوم نحن صح عم نحكي اعمال يدويه، ولكن هو مشروع اقتصادي بيشيل العائله بالنهايه. يعني شو اهم الصعوبات اليوم اللي ممكن تواجهكم؟ المواد الاوليه، الاسعار بشكل عام. انا مشان اتغلب على هي الصعوبات اكيد عملت دوره اداره مشاريع تابعة لمنظمة اليو ان دي بي، مشكورين. فلازم معرفة الموردين، هي الصعوبة الأولية اللي كانت إنه أنا فايتة على شيء ما بعرفه، فلازم أعرف مين هن الموردين، من وين بدي أجيب المواد الأولية. هي الصعوبة الأكثر واللي بتواجهني لحد الآن هي ارتفاع الأسعار. يعني منروح بنشتري مثلا مواد أولية، المواد الخام عم تختلف تماما، نرجع بنروح مشوار ثاني بنلاقي السعر اختلف. بالنهايه نحن بدنا نرفع قيمه المنتج لحتى نعادل ونوازي بين التكلفه وبين الربح. اكيد اكيد. اخر ايام الشتويه، اخر ايام الشتويه هي كانت بمناسبه عيد الام، فنحن اكيد بنشتغل للمناسبه. هي الخامه صوف، يعني بجوز ما بتبين على الهواء، بس نحن لانه لامسينا فعم نقول خامه صوف. كمان مستخدمه نفس الاسلوب اللي استخدمتيه بالشنطه الصيفي اللي هو عده الوان. تمام. اللي هي الالوان الرئيسيه للشتاء. عشان هيك قلت لك باسلوبي الخاص. قد ايه بالك طويل؟ جدا. كل الفنانين هيك. صحيح، بس الفكره حلوه. يعني انا من مشجعين هي القطع اللي هي بتيجي ممكن تغني السيده، يعني ما انا مألوفه بالسوق. صح. في كثير سيدات بتحب شيء غير مألوف، يعني شيء اللي ما حدا حامله غيرها. هي الزواقة طبعا. إلك بال سلمى على هيك قصص تشتغلي؟ لا ما بعرف اشتغل، بس بحب بال يعني انه بحب يمكن اتعلم. ممكن تعلمي؟ عم تعلمي يعني سيدات؟ تجربة للسيدات اكيد. طبعا. طيب هدول سيدات يعني قد ايه الكورس تبعهم وبس نخلصوا بتتابعيهم؟ انا بدرب بالمراكز الثقافية تطوع. حلو. ومدرب عندي بالورشة، يعني مثلا اجت صبية بدها تشتغل فما بشغلها فورا، اجباري بدها تتعلم. وبتابعيهم فيما بعد وين صاروا وشو اشتغلوا؟ طبعا شيء اكيد، بعمل لهم بازارات. من فتره عملت لهم بازار بمركز ثقافي.
في جديدة عرطوز وكان جدا ناجح وحلو. أكيد وكتير حلوة هاي التجربة. وقبل ما نختم حديثنا مع حضرتك سؤالي الأخير، اليوم لوين طموح حضرتك؟ وين حابة توصلي إن كان بمجال الهاند ميد وهذا المشروع المميز أو بمجال الفن؟ أكيد هلا مثل ما بيقولوا أبدأ صغيرة فتكبر. أكيد كل ورشة صغيرة يعني أنا حلمي إنه تكبر وتصير معمل أكبر. وبعدين أنا عندي ماركة تجارية باسمي اللي هي إلهام، بطمح إنه توصل أكيد لبرا إن شاء الله. نضم صوتنا على صوتك تحقق حلمك يا رب. أكيد طالما اليوم في هذا الطموح وهذا النفس الإيجابي بالعمل فاليوم أنت قادرة توصلي مثل ما بلشتي من فكرة طورتي هاي القصة، اليوم أنت مدربة حضرتك. نتمنى لك التوفيق بعملك. شكراً هيك حلوة لهالموديلات الحلوة اليوم. ينعاد عليك أنت بخير يا رب. ينعاد عليك وكل التوفيق لك ولكل سيدة طبعاً قدرت أن توجد لها مساحة خاصة بعالم الهاند ميد. شكراً لك. الله يعطيكم ألف عافية. شكراً.